السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا واحد المكان جميل فيه واحد العدد ديال الأشجار اللي متميزة صراحة ونباتات مختلفة. هنا عندنا هاد البحيرة كما كتشوفوا واحد الفضاء ومتنفس للساكنة هنا في عين السبع. هادي راه العمالة ديال عين السبع. هنا راه دايرين هاد السياج هذا يعني كيمنع الوليدات الصغار يقتربوا من هاد البحيرة. اللي عجبني في هاد المكان هو أشجار كثيرة فيها واحد أنواع ديال الأشجار والنخيل. فضاء جميل يعني اللي عنده وليدات ولا كذا يجي هنايا مثلا من وراء العصر كتكون الأجواء رائعة. غادي نقتربوا الأمام كاين واحد الشلال صغير غادي يزمنوا لما نشوفوه. الدراري الصغار كيلعبوا هنا. ما كتشوفوا النباتات مختلفة، منظر جميل يسر الناظرين. نطلعوا مع الدرج. واللي بغى الظل ها هو موجود هنا. هذه شجرة الزنزلة تكلمنا عليها في مقطع سابق، تكلمنا عليها وعرفنا بها. وهذه الدفلة، شجرة الدفلة السامة، الأوراق سامة بل وقاتلة للإنسان والحيوان. هذه كلها أشجار الزنزلة تكلمنا على الفوائد ديالها. أيضا أوراق سامة وتشبه شجرة النيم. وهذه الدفلة، اش قالوا جدودنا؟ قال لك الدفلة زينة وعروقها حارين يعني سامة. الأكثرية ديال الناس كيتجمعوا على البحيرة القدام. كاينة واحد الظاهرة مشينة ما عجبتنيش وهو الكلاب والفضلات ديال الكلاب وشي وحدي الله يهديهم كيغسلوا كينظفوا الكلاب ديالهم في داك الماء. هذه ظاهرة وكانت هنا يعني تكون واحد المراقبه شويه ويعلقوا شي لافتات ما لك وما عليك والقانون وكذا. بنادم غادي يعرف حيت كاين واحد النوع ديال الناس قدم وزيد قدم وزيد ما عنده غرض. هنا اللي بغى الهدوء والسكينه يجي لهنا. وباقي وراء الحيط كاين تاني هاد اشجار كثيره. اللي كيمارس هنا الرياضة، هنا كان رقلنا، هنا راه كاينة عمالة عين السبع. كاين واحد النوع كثير ديال الأشجار، وعرفنا بالكثير من الأشجار. هنا كتشوف بعينك المنظر جميل. هذه الالوفيرا كبرات. هذه الالوفيرا فيها فوائد كثيرة تكلمنا عليها في مقاطع سابقة. كبرات يمكن لك تاخذها واحد هذا كيتسمى فرخت، تاخذها هذه مثلا وتغرسها وتنوض من جديد. هذه اللي كيديروها في الحمام وكيديروها على الجلد والكثير.
هي هنا كبرات، هذه هنا كنقول لها الصابره، هذه راها في المكسيك وبعض الدول الامريكيه موجوده، كيصنعوا منها الحبال والقنب. انتما غتشوفوا انت انظروا ديالي المدري كيصنعوا منها الحبال، ها نقولوا احنا القنب الحبل الكوردات، ودي راه كولا الوفيرا، يعني تاخذ واحد الطرف اللي قلنا هو بحال الفرخ، هذا اللي فرخ لتحت تاخذ وحده وتغرسها وتنوض. زوينه هذه راه الوفيرا، مزيان هذا النوع، هذا النوع جيد، ما كان راه فسيح وجميل، ولكن قد ما كان الانضباط قد ما كتكون افضل. هذا نوع اخر ديال هذا الصبار، حنا كنقولوا ليه الصابره، النوع كيداير وتجيب وليداتك هنايا، المكان راه فيه الهدوء وجميل ومفتوح للعموم، شنو كاين اشواك حاده يردوا البال لوليدات الصغار. الاغلبيه هنا شجره الزمزم خطرة عندها واحد تيمار كحبات الحمص، هاد شجره الزمزم اخت راه الارتفاع ديالها يصل احيانا الى 15 متر، اما شجره النيم راه كتلحق كتوصل احيانا الى 30 متر. هنا شو الكراسي تم كسرها، هنا اشجار انواع كثيره، المكان صراحه جميل، خاص غير فقط نحتاج الى ثقافه تعامل مع هذه النباتات وحمايتها وحماية هذه البيئة. شوفوا هنا هذا المكان كنجي ليه مرة مرة مرة، كنطلع للغابة تقول ديار ليا كابلا، مرة نجي هنا، مرة نمشي للبادية، أماكن كثيرة الحمد لله. فقط خاص غير الإنسان يكون عنده الوعي، هنا كتكون شي أشياء جميلة ولكن كيكون تكسير هاد الكراسي وهادشي، فهذا أشياء لا تعجب. شوف هنا التيمار ديال شجرة الزمزم أخت، هذا القط جميل يرقد هنا بسلام، لقى الأمن والأمان، فهو الهدوء هنايا والسكينة والطمأنينة ومتكي مع راساتو. كبر شوية هذا المشي، اللي كيكبر في العمر كيولي عاطي غير للنعاس، كيولي شويه كيولي عليه التعب. كبر قارب الغروب، واحد المنظر جميل والهواء منعش، الناس الان اقتربوا كما كتشوفوا، البحيره هي اللي عليها واحد الاقبال اكثر، وكاين الكثير من ما يتشاف في هذا المكان.